السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أعزائي الطلاب والطالبات في مقرر إنترنت الأشياء 1-2. سنتعرف بإذن الله في درسنا اليوم على تصميم وبرمجة جهاز ذكي لإنترنت الأشياء الجزء الثاني. أهداف الوحدة: التعرف على طبقات هيكلية المدن الذكية، أيضا تحديد أمثلة على المدن الذكية، وصف وظيفة بروتوكول MQTT، تصنيف جودة الخدمة Quality of Service لبروتوكول MQTT، استخدام البرمجة النصية في بايثون لنشر رسائل لعميل MQTTX، أيضا إنشاء ملف بيانات جيسون لتخزين التقارير، واستخدام مفكرة جوبيتر لإجراء عمليات تحليل البيانات في ملف بيانات جيسون. الأدوات التي سيتم استخدامها: بيئة واجهات الأردوينو، أيضا جيت برينز باي تشارم، ودوائر أوتو ديسك تينكر كاد وعميل MQTT. في درسنا اليوم سوف نتعرف على استخدام البرمجة النصية في بايثون لنشر الرسائل إلى عميل MQTTX. ماذا ستحتاج لإنشاء نموذج لحاوية قمامة ذكية تحتسب عدد المرات المطلوبة لتصل إلى سعتها الكاملة؟ تعلمنا في الدرس السابق إدارة النفايات الذكية، تعرفنا على مكونات المشروع بالإضافة إلى النموذج الأولي باستخدام الأردوينو والاتصال بوسيط EQTTX، أيضا برمجة الأردوينو. نظرا للاكتظاظ السكاني، قد لا يتم جمع ومعالجة كميات كبيرة جدا من النفايات والمخلفات بكفاءة، مما يتسبب في زيادة كبيرة من كمية النفايات في عدة أماكن، وقد تحدث هذه المشكلة بسبب تجاوز سعة حاويات القمامة دون إزالتها في الوقت المناسب. كيف يمكن حل هذه المشكلة باستخدام تقنيات إنترنت الأشياء؟ يمكن حلها باستخدام حاويات النفايات الذكية. يمكن أن يتم إرسال رسائل تنبيهية لإعلام مركبات جمع النفايات بهذه الحاوية. كذلك من خلال تحليل البيانات الملائمة يمكن استنباط الأفكار حول كيفية تعبئة حاويات النفايات لتحسين العملية برمتها بشكل أكثر. سننشئ في هذا الدرس نموذجاً أولياً لحاوية قمامة تحسب متوسط عدد المرات المطلوبة لتصل إلى سعتها الكاملة. سيتم إرسال رسالة إلى وسيط الـ MQTT كل مرة يتم فيها استخدام الحاوية، وعندما تمتلئ الحاوية يتم إرسال رسالة أخرى إلى متحكم النظام الذي ينتج التقارير عن الحاوية. سنستخدم هذا المشروع متحكم الأردوينو يمثل حاوية ذكية، وسنقوم ببرمجته باستخدام بروتوكول فيرماتا وبايثون، كما سنستخدم منصة الـ MQTT لتوزيع الرسائل. الـ EMQX هو وسيط الـ MQTT مفتوح المصدر عالي الأداء مع محرك لمعالجة الرسائل بصورة فورية، يستخدم لدعم تدفق الأحداث بواسطة عدد كبير من أجهزة إنترنت الأشياء. مكونات أدوات المشروع: الترانزستور الضوئي، وهو مكون كهربائي يعمل عند تعرضه للضوء، حيث تتدفق كمية متناسبة من التيار العكسي عند سقوط الضوء على المستشعر. وتستخدم أجهزة الترانزستورات الضوئية على نطاق واسع لاكتشاف وتحويل نبضات الإضاءة إلى إشارات كهربائية. الترانزستور الضوئي والرمز في المحاكي، وهنا الرمز التخطيطي. أيضاً مستشعر الإمالة، يستخدم مستشعر الإمالة لقياس درجة الميل على عدة محاور، وتقوم مستشعرات الإمالة بتقييم وضع الميل بالنسبة للجاذبية، وتستخدم في تطبيقات مختلفة حيث تجعل اكتشاف الميل أو الاتجاه أمراً ميسوراً. هنا مستشعر الإمالة والرمز في المحاكي والرمز التخطيطي. النموذج الأولي باستخدام الأردوينو سيراقب متحكم الأردوينو حالة الحاوية، ويجمع بيانات الأحداث المختلفة ويرسلها من خلال بروتوكول فيرماتا. سيتم استخدام مستشعر الإمالة لتسجيل استخدام الحاوية كل مرة ومحاكاة حركة غطاء الحاوية، وسيعمل الترانزستور الضوئي كمستشعر عند الوصول إلى حد معين، مما يعني أن الحاوية مليئة بالنفايات. سنحتاج إلى المكونات التالية: لوحة الأردوينو ولوحة تجارب مصغرة وترانزستور الضوئي، وأيضا مستشعر الإمالة ومقاومتان 1 كيلو أوم. أيضا سنحتاج إلى تثبيت التطبيق المكتبي MQTTX Client، ثم اختبار اتصال مع وسيط الـ EMQX العام
لتثبيت التطبيق قم بزيارة الموقع الويب أو قم بتصوير الباركود. قم بتشغيل مثبت لإكمال عملية التثبيت. إذا لتثبيت البرنامج نقوم بفتح الرابط، بعد ذلك اختيار نوع الجهاز، مثلا هنا ويندوز. نقوم بتثبيت التطبيق. إنهاء. الآن تم فتح التطبيق. بعد ذلك سوف نقوم بالاتصال بوسيط الـ EMAX العام. سنقوم بفتح البرنامج من قائمة ابدأ، بعد ذلك New Connection. بعد ذلك سنقوم بإضافة اسم للاتصال. بعد ذلك سنقوم بالضغط على Connect. إذن للاتصال بالوسيط New Connection سنقوم بكتابة الاسم. Desktop Connection. بعد ذلك الضغط على Connect ليتم الاتصال. بعد ذلك سنقوم في إنشاء دائرة الأردوينو عن طريق إضافة المكونات المطلوبة. قمنا بإضافة لوحة الأردوينو، أيضا قمنا بإضافة الترانزستور الضوئي ومستشعر الإمالة، وأيضا قمنا بإضافة المقاومتان ولوحة توصيل الدائرة الصغيرة. أيضا قمنا بتوصيل الترانزستور الضوئي بلوحة الأردوينو ولوحة التجارب المصغرة عن طريق أولا قمنا بتوصيل الباعث بالترانزستور الضوئي إلى الطرف التناظري A0، وقمنا بتغيير اللون إلى الأصفر. أيضا وصلنا الطرف الأول من المقاومة بالعمود السالب. بعد ذلك قمنا بتوصيل طرف الـ 5 فولت للوحة الأردوينو بالموجب. أيضا قمنا بتوصيل الجزء السالب بجراند أو الأرضي. أيضا قمنا بتوصيل مستشعر الإمالة. أولا قمنا بتوصيل مستشعر الإمالة بالطرف الثاني للمقاومة. أيضا توصيل الطرف الثاني من مستشعر الإمالة بالطرف الرقمي A3. بعد ذلك قمنا بتوصيل الطرف الرابع من مستشعر الإمالة بالعمود الموجب من لوحة الدائرة الصغيرة، وغيرنا اللون إلى اللون الأحمر. بعد ذلك قمنا بتوصيل الطرف الأول من المقاومة بالعمود السالب وتغيير اللون إلى اللون الأسود. الدائرة بشكلها النهائي بعد التوصيل. هنا يتصل المستشعر الضوئي بالطرف A0 ومستشعر الإمالة بالطرف التناظري D3. يتصل مستشعر الإضاءة بالطرف الرقمي بالطرف التناظري A0 ومستشعر الإمالة بالطرف الرقمي D3. إذن صورة الدائرة الفعلية تمثل هذه الصورة الشكل الذي ستبدو عليه الدائرة الفعلية. في درسنا اليوم سوف نتعلم إدارة النفايات الذكية، برمجة الأردوينو، أيضا تحميل بروتوكول ستاندرد فيرماتا، ومتغيرات الاتصال بوسيط الـ MQTT. إذا بعد أن تعلمنا أو قمنا بتوصيل دائرة الأردوينو في الدرس السابق الذي تمثل حاوية النفايات، سوف نقوم بالاتصال ببرنامج البايثون وإنشاء المقطع البرمجي ليقوم بتشغيل الدائرة. سنبدأ بتحميل الفيرماتا والبروتوكول من خلال بيئة الأردوينو لإعداد قناة الاتصال بين الأردوينو والبرنامج الذي سنقوم بكتابته بلغة البرمجة بايثون. إذن لإعداد الاتصال
نقوم بفتح برنامج الأردوينو، نقوم بالتأكد من المنفذ، ذلك فايل example فيرماتا ستاندرد فيرماتا، نقوم بالتأكد من المنفذ، بعد ذلك أبلود، يتم تحميل الكود على جهاز الأردوينو. بعد ذلك تم الانتهاء من ربط أو إعداد قناة اتصال بين الأردوينو والبرنامج الذي سنقوم بكتابته. الآن سنقوم بكتابة البرنامج في لغة في البايثون من خلال برنامج الباي تشارم. أولاً افتح الباي تشارم وقم بتثبيت حزمة الباهو .mqtt.client من خلال نظام إدارة الحزم بيب. في الباي تشارم نقوم بفتح الواجهة الطرفية التيرمينال، ونقوم بكتابة الأمر التالي pip install baho.mqtt.client. بعد ذلك سنقوم بإنشاء ملف بايثون جديد باسم mqtt_arduino. إذن لإنشاء الملف وتثبيت حزمة الباهو، سنقوم في البداية بإنشاء ملف جديد new python file، نقوم بكتابة اسم الملف mqtt underscore arduino dot python. بعد ذلك في التيرمينال سنقوم بتثبيت الحزمة عن طريق الأمر pip. install. باهو شرطة mqtt. يتم تثبيت حزمة الباهو الذي تقوم بالاتصال مع عميل الـ mqtt. بعد ذلك في بداية المقطع البرمجي نقوم باستيراد الحزم التالية الـ DateTime، تقوم بإنشاء طوابع زمنية للرسائل، والـ Time للتحكم في سير البرنامج، والـ JSON للعمل مع كائنات الـ JSON. أيضاً الـ PyFermata للتواصل مع لوحة الأردوينو من خلال بروتوكول Fermata، وأيضاً الـ Baho.mqtt.client لإنشاء عملاء للتواصل مع وسطاء الـ mqtt. إذن سنقوم في PyCharm بكتابة أو استيراد الحزم التالية. إذا لاستيراد الحزم التالية نقوم بفتح برنامج الباي تشارم في ملف الـ mqtt underscore arduino. سنقوم باستيراد الحزم الـ date time. والتايم واستيراد حزمة الجيسون للتعامل مع الكائنات الجيسون. والباي فورمات للاتصال مع الأردوينو. والباهو دوت ام كيو تي تي للاتصال مع برنامج أو الاتصال بالعميل البرامج الـ mqtt. بعد ذلك سنقوم بإنشاء المتغيرات التالية التي سيستخدمها العميل الـ mqtt. أولاً client ID سيكون اسم العميل، والـ mqtt broker وهو عنوان الوسيط العام الذي توفره emqx الذي ستتصل به. أيضاً topic يشير إلى اسم الموضوع الذي سيشترك فيه العميل، والبورت يشير إلى منفذ الخادم الافتراضي للاتصال بالوسيط. أيضاً الفلاج كونكتد سيستخدم كمتغير إشارة في دالة معالج الأحداث لاحقاً.
سنقوم بكتابة البرنامج في نفس برنامج الباي تشارم، سنقوم بتعريف العميل كلاينت اي دي ببلشر، ايضا الام كيو تي تي بروكر وهو العنوان، ايضا التوبيك ويست دروبز الذي سنقوم ايضا بكتابته في برنامج الام كيو تي تي، والبورت المنفذ الافتراضي، ومتغير مبدئي فلاب كونكتد. كما ذكرنا متغيرات الاتصال بالوسيط الام كيو تي تي، اولا كلاينت اي دي وهو اسم العميل، ثانيا ام كيو تي تي بروكر وهو عنوان وسيط الام كيو تي تي المستهدف، والتوبيك وهو الموضوع الذي سيشترك فيه العميل، والبورت هو منفذ افتراضي او منفذ الخادم المراد الاتصال به، ايضا فلاج كونكتد وهو متغير اشاره للتحقق من اتصال الخادم. ايضا سنضيف الاسطر التاليه والتي مهمتها تهيئه الاتصال بالاردوينو باستخدام بروتوكول فيرماتا، وكذلك تكوين الاطراف الخاصه بمستشعر الاضاءه ومستشعر الاماله المستخدمين للحصول على البيانات. اولا هنا سنقوم بالاتصال بالبورد باي فورماتا دوت اردوينو كوم 4 او حسب المنفذ الموجود لديك، قد يكون كوم 3 او كوم 2 حسب المنفذ. بعد ذلك ات باي فورماتا هنا للاتصال او اختيار البورد الاردوينو، بعد ذلك ات ستارت للاتصال مع البورد، بعد ذلك السنسر او مستشعر الاضاءه يتم تخزين البيانات من المنفذ التناظري اي 0، ايضا التلت سنسور هنا مستشعر الاماله يتم تخزين البيانات الماخوذه من لوحه الاردوينو من خلال المنفذ دي 3، ايضا سنقوم بانشاء المتغيرات التاليه الكانفول وهو اسم يحدد اذا كانت حاويه القمامه قد تم ملؤها ام لا، ايضا الجاربج دروبس وهو عداد لتتبع عدد المرات باستخدام تعبئة الحاوية بالكامل. إذن هنا نقوم بإنشاء متغيرات الكام فول يساوي فولس وهو يحدد إذا كانت القمامة قد تم ملؤها أو لا، وهنا الجاربج دروبز هو عداد لعدد مرات تعبئة الحاوية. أيضا قمنا بإنشاء الدالة التي تعيد تعيين المتغيرين الكام فول والجاربج دروبز في كل مرة تكون الحاوية ممتلئة وترسل رسالة إلى العميل حول هذا الموضوع. إذا قمنا بإنشاء الدالة REST هنا لتقوم بتعيين المتغيرين. أولا قمنا بتعريف متغير عام Global Garbage Drops، أيضا قمنا بتعريف متغير عام Global Can Full، بعد ذلك قمنا بإنشاء أو ريست قيمة مبدئية صفر بحيث تقوم بريست للدالة أو إعادة تعيين قيم الدالة garbage drops، أيضا can full يساوي false لـ clear can full أو إعادة تعيين المتغيرات. نشاط صل كل متغير في العمود الأول بالوصف في العمود التالي: 1 client ID، 2 MQTT broker، 3 topic، 4 port. ممتاز، الكلاينت اي دي هو اسم عميل MQTT، MQTT بروكر هو عنوان وسيط MQTT المستهدف، التوبيك هو الموضوع الذي سيشترك فيه العميل، البورت هو منفذ خادم المراد الاتصال به. إذا تعلمنا في هذا الدرس إدارة النفايات الذكية، برمجة الأردوينو، أيضا تحميل بروتوكول ستاندرد فيرماتا، أيضا متغيرات الاتصال بوسيط الـ MQTT. إذن في درسنا اليوم قمنا بأولا ببرمجة الأردوينو، بعد ذلك قمنا بالاتصال الأردوينو من خلال باي فورماتا، بعد ذلك قمنا بإنشاء ملف في بايثون في برنامج الباي تشارم، وقمنا بإنشاء المتغيرات للاتصال بوسيط الـ MQTTX، وأيضا قمنا بإنشاء دالة الكانفول والجاربج دروب. بإذن الله في الدرس القادم سنكمل برمجة البايثون واستقبال رسائل للعميل من خلال الـ MQTTX. تقويم ختامي: قم بتحليل ماهية وسيط الـ EMQX العام ومدى مساهمته في تطوير تطبيقات النماذج الأولية لإنترنت الأشياء.
شكرا لكم على حسن المتابعة.